نجاح تشكيلة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش الذي ننتظر ما يفعله في هذا الشوط الثاني بالنسبة للمدرب بوربوت. هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة سجلها 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 يا صديقي. مازال هذا عطال. ادخل يا عطال واصل يا عطال العب يا عطال. هاي كرة هدف هاي كرة هدف هاي كرة هدف. ضرب 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 يا صديقي. الهدف الأول للمنتخب الوطني على المحارب الذي نهض في الزمان والمكان اللازمين. على المنتخب الوطني الذي استمع للانتقادات وربما تحمل المسؤولية مسؤولية أدائه في الشوط الأول فرفع التحدي ببداية قوية. هدف التعادل في أفضل ما يمكن من توقيت. هنا عطال العب مع من؟ من هناك الكرة الأولى اصطدمت وعادت لعوار. بوم التعادل للمنتخب الوطني يعود في وقت رائع وفي وقت حساس. الآن يجب أن ننقض على هذه التشكيلة. لا يجب أن نترك لها النفس ولا يجب أن نمنحها الثقة. يجب